اوقف بالمستشفى بالطوارئ، يجيبون الارهابيه 6 7 لابسين البدلات الحمر، يعني بالاعدام كل واحد كانت الا 10 و20، ينامون بالمستشفى، هم ما بيمشي، يجيبونهم مشي مشي يمشون على رجليهم صاحين، ينامون بالمستشفى اسبوع 5 ايام 6 ايام لحد ما يطيبون يطلعونهم، هذول المجرمين. زين انتم اخوي جبتوه ببطانيه وديتوه ببطوني، بيا مسؤول، يا المسؤول عنه، انا احكي ويا الضابط يحكي وياي مال الشارع، لفظ مال الشارع، يعني شلون بالشارع واحد يشاق الثاني؟ انت ضابط مسؤول، قلت له انت شلون تخلي مسؤوليتك شلون؟ يقول لي شو اسوي الان المستشفى طلعته، موتني هيك هيك من ربه، استغفر الله يعني لا اله الا هيك الله. هيك من ربه، هيك هيك من ربه. مدير شرطه البصره وين من هذا الكلام؟ احنا انا جاي الناشد، اقولن، انا يعني جاي قبل اقول ناشد حجي علي يطالب مدير شرطه البصره بالتدخل، ان شاء الله يشوف هذا انا اللقاء مو بس ويشوف مدير التقرير. الشرطه، انا يعني طالب مدير جميع مركز النواب يفشي الفاضل، المحافظه 25 نائب، المحافظ، رئيس القضاء استاذ عادل الكبير، ذاك اليوم بيوم انا قدمت شكوتي يم قاضي تحقيق النزاهه، قلت له ارد اطلب، قال هذا القاضي تشتكي يم استاذ عادل رئيس المحكمه العليا مالتنا كلها مال البصره، بس بيومهم اجاز قال روح اخذوا ميتكم وكملوا جنازتكم وعلى حد الثنيه نحن نخابرك، هسه لحد الان حتى شكوتي يمهم بالنزاهه ما خابروا، هسه انا بدي اعرف وين اروح، انا هسه من اريد حق وين اروح؟ عندكم حق اخذوه، ما عندكم حق اعطوني حق له. حجي علي بعد ما اخذتوا الجثه وشنو الاجراءات اللي صارت؟ اخذنا الجثه قالوا تشريح، انا قبل الجثه بالثلاجه للصبح ظلت الاربعاء، صعدنا رحت انا تحركت على النزاهه باول لاين، اول لاين رحت لهم هذولي سمعوا حكي سودنا وقالوا ماكو هيك حكي، قلت لهم والله هذا صار، قالوا عمي يريدك القاضي النزاهه بالمحكمه نفسها، روح ليه خابرنا له ومهدنا لك الطريق، روح دون افادتك يمه كلها هاي شغله هاي ما يسكت عنها، رحت لحكيته بالتفصال وذيش دعوتي يم قاضي النزاهه، دعوتي وقعت عليها ورقه ونص تقريب ورقه، يعني ما خلى شيء ما حكيته، بس قال شغله القاضي مو يمي تشتكي، لان انا قاضي بقاضي ما يمي، يعني يم الاعلى من عندنا لي حاسبني ويحاسبه. زين. يا بش وقت هاي قال هسه انا تم اجراءات بعت لي شكوى بيها ودوا على ام الحجيه بعربانه هم ما تقدروا ودوا على زوجته، قالوا اشتكي يم القضاة ما ادري اكو مكان هم اشتكوا بالمحكمه قضاة. هم لجنه 3 نفرات دونوا اقلامهم اقوالهم وقال لهم روحوا. زين. وانا هم دونوا اقوالي انقاذ النزاهه قال احنا نخابرك اخذوا رقمي وان شاء الله خير. وروح كملوا جنازتكم، هاي الاثناء احنا اخذنا جنازتنا للتشريح شرعوها وهاي شهاده الوفاه كاتبين لحين الاجراءات يعني ما طوع عنها سبب الوفاه موجوده هاي. ما يعني مذكوره سبب الوفاه بالتشريح؟ لا ما مذكوره لحين الاجراءات تجي مال التشريح. ما ادري بعد اسبوعين شهر شهرين ايش تثبت شني بشقوا بطنه تكرمين بطنه من الطول للطول وراسه فتحوه منا اللي هنا من غسلنا يعني مفتح كله يعني شفنا ليش يشرحونا شويه ياخذوا منا شويه منا شويه منا هم مشققين كله هاي التشريع على كل هو الى رحمه الله الله يرحمه بس احنا الناشد الناس اهل القانون الناس النواب العتم غيره ها العتم غيره ما سلال الذول المفتشين والغيره العتم غيره ويعرفون الله وراهم موت موت وراهم يتحاسبون كل احنا ما ندري بيا ساعة نموت وكل احنا جو القاع بس هاي شوية يم الله ورجال فقير والله يساعد الكبير والصغير وحالته حاله وموظف بالدفاع المدني بالدولة يعني ما يصير دعم لحايد كفر دعم هسه لو ذهب يعني هو هم منتسب هو منتسب بوزارة الدفاع المدني ايه بالاطفاء